اخو اللقاح سيني سينوفاك سما ساهم باش نقصد عدد الاصابات راهو في تراجع الحمد لله راهو في تراجع مستمر كمان. الدفاع الاول كان اللقاح الصيني ما نكذبوش ما نكذبوش على روحتينا. اللقاح اللي كان في الجزائر وعطى منتوج مليح سي بيان لقاح صيني. انا واحد ولا غدا اللقاح الاول والدوزيام تاع الصين الحمد لله. يعني مام الكورونا ماشي كيما كانت، يعني انخفضت بزاف واحد السرعه ما تقدرش تصورها. لاحظ خلال ظهور جائحة كورونا أن المواطن العراقي كان متجه دائما إلى اللقاح الصيني، وذلك لثقته بهذا اللقاح، وكانت مساهمة الحكومة الصينية في هذا الجانب لها الأثر الكبير في الحد من الأعداد الإصابات في العراق. اللقاح الصيني من اللقاحات المهمة اللي وصلت للعراق واللي ساعدت على تخفيض نسبة الإصابات في العراق، يعني الحكومة الصينية مشكورة أنه ساهمت ودفعت للعراق 4 دفعات للشعب العراقي.